ضمن المعركة العالمية والجهود الدولية لمكافحة وباء كورونا، كان الجانب الأمريكي حاضرا وبقوة في صلب هذه المعركة من خلال الدعم المستمر لدول العالم وخاصة تلك الفقيرة والتي تعاني من ويلات كوفيد-19. وتجسد ذلك في تقديم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العالم كمية من اللقاحات أكثر مما قدمته جميع الدول الأخرى مجتمعة. ودعا بايدن الدول الغنية الأخرى التي قامت بتوفير احتياجات مواطنيها من اللقاحات ولديها المقدرة على التبرع لدول العالم الأخرى التي تحتاج إليها أن تقوم بذلك. في حين رفضت واشنطن طلب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول الغنية وشركات تصنيع الدواء بتوفير اللقاحات للدول الفقيرة بدلا من توفير جرعات معززة من اللقاحات لمن حصلوا بالفعل على التحصين الكامل. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه من الخطأ التخيير ما بين الأمرين، معتبرة أن الولايات المتحدة قادرة على توفير شحنات اللقاح للدول ذات الدخول المنخفضة وتنفيذ برنامج لقاحات معززة لمن يحتاجون لها. معنا الآن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث. صباح الخير عليك في البداية سيدة جريفيث. يعني الرئيس الأمريكي ربما وعد وأوفى بعهده، أكثر من 110 ملايين جرعة تم توزيعها عالميا. كيف تصفين في البداية هذه الخطوة وكيف تعزز من مكافحة كورونا عالميا؟ صباح الخير وشكرا على الاستضافة. ترسل إدارة بايدن رسالة واضحة وهي أنه الولايات المتحدة تفي بوعودها، ونعرف أنه هذا الفيروس لا يعترف بحدود، لذلك تولي إدارة بايدن أهمية كبيرة لمكافحة هذه الجائحة ليس فقط في الولايات المتحدة بل في كافة أنحاء العالم. والآن تتعاون الولايات المتحدة مع مبادرة كوفاكس والمجتمع الدولي لتعزيز الحصول على لقاح في العالم، لأنه عدم التطعيم هو يؤدي إلى انتشار السلالات والطفرات الجديدة. لذلك تم تكريس الجهود الأمريكية لتوصيل وتبرع لقاحات إضافية في كافة أنحاء العالم. نعم، طيب يعني خلينا نتكلم عن الجهود والخطط الأمريكية لمواجهة سلالة دلتا سريعة الانتشار من الفيروس عالمياً. نعم، حتى الآن وفرت الولايات المتحدة أكثر من ملياري دولار إلى مبادرة كوفاكس، وفي إطار مبادرة كوفاكس تم توفير الدعم اللوجستي بالإضافة إلى لقاحات للدول المنخفضة ومتوسط الدخل من أجل مساعداتها على مكافحة هذه الجائحة. وبالإضافة لذلك تسعى الولايات المتحدة لبناء وتعزيز قدرات الدول لإنتاج اللقاحات، ونعمل مع دول مثل الهند وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول من أجل تحقيق ذلك، لأنه هذه الجائحة تأثر على المستوى الصحي بالإضافة إلى المستوى الاقتصادي، وتريد إدارة بايدن تغلب على هذه الصعوبات. طيب هذه نقطة مهمة جدا سيدة جريفيث، يعني كيف يساعد توفير اللقاحات الأمريكية خارج الحدود خاصة كما ذكرتي للدول النامية وبكميات هائلة، كيف يساعد على تعافي الاقتصاد العالمي بشكل عام؟ ما يهمنا كإدارة هو بناء الاستعداد
على مستوى دولي لمكافحة والتصدي لأوبئة مثل جائحة كورونا في المستقبل. فبالتالي كما ذكرت بالإضافة إلى تعاون الولايات المتحدة مع مبادرة كوفاكس، نعمل مع أطراف أخرى مثل الاتحاد الأفريقي لبناء هذه القدرات. ففي المستقبل في المدى البعيد الولايات المتحدة تريد أن ترى قدرة في كافة أنحاء العالم تغلب على هذه الصعوبات، وقدرة لتصدي لانتشار سلالات وتفرق جديدة سواء مكان فيروس كورونا أو غيرها من الأوبئة. نعم، يعني الرئيس بايدن دعا الدول الغنية على تقديم يد المساعدة والعون بشكل أكبر فيما يتعلق باللقاحات. إذن يعني ما الذي يمنع تحقيق ذلك؟ لا يخفى على أحد أنه جميع كافة العالم يواجه صعوبات بسبب جائحة كورونا، وفي مشاوراته مع نظرائه في الدول الكبرى رأى رئيس بايدن الاستعداد عند الدول الكبرى لإسهام في مكافحة جائحة كورونا في كافة أنحاء العالم. فما يهمنا هو التوفي بوعود الولايات المتحدة لتوفير لقاحات إضافية للعالم، ونعرف أنه سوف يكون هناك مزيد من الجهود من قبل الدول الكبرى لتصدي لجائحة كورونا. طيب اليوم ما هي أكثر الدول المستفيدة من توفير اللقاحات، خاصة إذا ما تحدثنا على الصعيد العربي بالتحديد؟ هناك عدة دول متلقية هذه اللقاحات، وبشأن الشرق الأوسط طبعا حتى الآن قد وفرت الولايات المتحدة مليون لقاح لتونس، وبالإضافة لذلك وفرت الولايات المتحدة نصف مليون جرعة للأردن، و بالإضافة لذلك وفرت الولايات المتحدة أكثر من 600,000 لقاح للسودان، وأكثر من 300,000 لقاح لموريتانيا والمغرب. فتتطلع الولايات المتحدة لمزيد من الشراكة ومزيد من التبرعات في إطار مبادرة كوفاكس إلى دول في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دول منخفضة ومتوسطة الدخل في القارة الأفريقية وأمريكا الجنوبية. يعني الولايات المتحدة أعلنت أنها قادرة على توفير شحنات اللقاح لهذه الدول ذات الدخل المنخفض أو الدخول المنخفضة، وطبعا تنفيذ برنامج لقاحات معينة لمن يعني يقرر حاجتهم لها، ولكن كيف يتم العمل على الجانبين؟ نعمل على جانبين، اولا عبر توفير الدعم اللوجستي لضمان وجود البنيه التحتيه اللوجستيه لتوفير اللقاحات الى الشعب المحتاج اليها. بالاضافه الى ذلك كما ذكرت الولايات المتحده تعمل مع عده دول لتاسيس قدرات انتاج هذه اللقاحات، فالإنتاج المحلية بالإضافة إلى إرسال وتبرعات اللقاحات عبر مبادرة كوفاكس من وجهة نظر إدارة بايدن هذه الجهود سوف تساهم في التغلب على تغلب على جائحة كورونا بشكل تام في كافة أنحاء العالم. بالفعل، وهذا هو الهدف في النهاية. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، شكرا جزيلا لك.